السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي بكل خير وأتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة. قبل أن نبدأ أصدقائي نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اذكر الله لا إله إلا الله. كما تشاهدون أصدقائي من عنوان هذا الفيديو، هجوم النحل على إطارات ممتلئة بالعسل تم إخراجها من عند النحل لأنها غير مغطاة بالنحل أصدقائي، وليس لها لزوم أن تبقى داخل الخلايا أصدقائي. قبل أن نبدأ بالشرح أصدقائي، نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع، وحتى تشجعون دوما أن نكون معكم أصدقائي. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. كما نأمل منكم أصدقائي البقاء حتى نهاية هذا الفيديو، حتى تكون لديكم المعلومة مكتملة ولا يكون لديكم أي نقص أصدقائي. أصدقائي كما تشاهدون، هذه الإطارات المعلقة في على قضبان الحديد، هذه الإطارات تم استخراجها من الخلايا لأنها تعتبر من الزيادات داخل الخلايا أصدقائي. فنحن في فترة ضمور النحل والتي يكون فيها بعد شهر 10 وفي فصل الخريف أصدقائي أو الصيف، فالزوائد الشمعية داخل الخلايا أو الإطارات الزيادة عن حاجتها داخل الخلايا ليس لها حاجة أن تبقى داخل الخلايا أصدقائي. كذلك الأمر أصدقائي، كيف نعرف أن الإطارات ليس لها لازم داخل الخلايا أصدقائي؟ أصدقائي الإطارات تكون فارغة، ليس عليها كثافة نحلية وغير مغطاة بالنحل، ولا يوجد بها حضنة مغلقة أو مفتوحة، ولا يوجد بها بيض، ولا يوجد بها عسل كثيف أصدقائي، يوجد بها بعض العسل القليل أصدقائي. وهذه عجينة بروتينية التي ترونها أصدقائي، عجينة بروتينية كانت موجودة فوق الإطارات أصدقائي، يقوم النحل الآن بالتهامها أصدقائي. نقوم نحن بإخراج هذه الإطارات ويتم وضعها في أماكن مضللة هاوية يدخل يمر منها الهواء حتى لا يصيبها الأمراض وحتى لا تأتي عليها الفراشة ودودة العف أصدقائي. وهذه أصلا إحدى الطرق التي يتم استخدامها في تخزين الإطارات أصدقائي في الهواء أصدقائي. هناك عدة طرق يتم استخدامها في تخزين الإطارات، هناك الطرق المغلقة والطرق المفتوحة. إنما الطرق المغلقة أصدقائي يتم وضع غاز حتى ويتم لفها بالنايلون، ويتم أصدقائي وضع قراص من الغاز الزراعي حتى لا تأتي الحشرات أصدقائي. كما تشاهدون هذا الإطار الذي يهجم عليه النحل ويلتهم العسل منه، يوجد عليه بعض الفتحات السداسية المغلقة الموجود بها ذكور من النحل، حيث كانت الخلية بها نحل قليل وكان يكثر بها الذكور لأنه كان يوجد بها بيض غير ملقح أصدقائي وينتج عنه الذكور. تم إخراج هذه الإطارات أصدقائي واستبدالها بإطارات أخرى جديدة أصدقائي. أصدقائي من المهم والضروري أن تعرفوا أن تعلموا أنه يجب إخراج الإطارات الفارغة من داخل الخلية التي غير مغطاة بالنحل أصدقائي، وذلك لأهمية هذا الأمر. وإذا بقوا داخل الخلية فإن النحل يتشتت داخل الخلية والملكة تضع البيض بشكل غير منتظم أصدقائي وبشكل غير منظم أصدقائي. كما تشاهدون ها هو النحل الآن يلتهم هذه الإطارات أصدقائي، وهذه المكان الذي موجود خلف الخلايا أصدقائي،
وأحذركم أصدقائي تحذير 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 بأن يتم إخراج الإطارات ووضعها بجانب الخلايا، لأن ذلك يشكل خطر على الخلايا، ويقوم النحل السارح على الإطارات الفارغة في الخارج بالهجوم على الخلايا وقتل بعضه البعض أصدقائي. أحذر 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 تحذير 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 من وضع هذه الإطارات داخل أو قريب من الخلايا. أقل شيء يجب إبعاد هذه الإطارات المعلقة التي تشاهدونها الآن بعيدا عن الخلايا، أقل شيء أصدقائي من 30 متر فأكثر، 30 متر فأكثر أصدقائي، 30 متر فأكثر أن تكون بعيدة عن الخلايا، لأنه يعتقد النحل أن هذه الإطارات خرجت من الخلايا وهذه الخلايا فارغة، فيهجم عليه أصدقائي ويهجم على بعضه النحل بعضه البعض ويقتل بعضه أصدقائي. هذا تحذير أطلقه من عبر هذه المنصة عبر هذه الحلقة، فأن تأخذوا حذركم أيها النحالين. أصدقائي كما تشاهدون هذه الإطارات هي أقوم بوضعها بجانب الشجر وبالقرب من الخلايا النحل أصدقائي. كذلك الأمر بعد الانتهاء من أن يقوم النحل من تنظيف هذه الإطارات والتهام بعض العسل الموجود في الإطارات أصدقائي، وهو ليس عسل كثير، وإلا قمنا بفرزه عبر الآلة أصدقائي، لكن لا يوجد بها عسل كثير جدا أصدقائي، لذلك يتم إخراجها أصدقائي. ونقوم بالاحتفاظ بها، ابقاء في مكان مضلل هاوي لا تصله الشمس ولا تصل إلى سله الماء، وإبقاه أصدقائي حتى الموسم القادم، وذلك يعتبر بشكل آمن، لا يمكن أن تأتي الفراشة أو الدودة أو مرض العاف. وهناك البعض يقوم بالاحتفاظ على هذه الإطارات أصدقائي في أماكن مغلقة، وأنت حسب ما تراه مناسبا يتم عمل ذلك أصدقائي. أيضا نريد أن نشير إلى الإطارات المنطوطة باللون الأسود الداكن أو الغامق بالإمكان في الموسم القادم اختلافها وعدم استخدامها أصدقائي، وعمل إطارات جديدة، لأنه يكثر بها البكتيريا وتكون قد امتلأت أصدقائي من العكبر وصمغ النحل، لأنه كل عام يقوم النحل بتجديد هذه الفتحات السداسية وتعقيمها بالعكبر، فتكثر المواد العكبرية والشمعية داخل هذه الفتحات السداسية، وتصبح بعد فترة يستخدمها النحل لكن تكثر فيها الأمراض والمشاكل أصدقائي. أصدقائي آمل أن أكون قد أفدتكم في هذه الحلقة أصدقائي، ونذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى نكون معكم دوما أصدقائي. فرصة سعيدة وشكرا لكم أصدقائي، ونأمل وضع تعليق جميل مثلكم مثل قلوبكم وأسماعكم الجميلة التي تتابعنا. كل الاحترام لكم أصدقائي، نراكم في فيديو جديد وفي حلقة جديدة في المرة القادمة إن شاء الله أصدقائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.